أهلا بكم من جديد متابعينا. مع التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت الوصول إلى المعلومات الخاصة واستغلالها بشكل سلبي بما يعرف بالابتزاز الإلكتروني، نخصص هذه المحطة للحديث عن كيف يمكن أن يتعامل الشخص في حالة تعرضه إلى ابتزاز إلكتروني، وما هو دور نيابة مواجهة الجرائم الإلكترونية. نستضيف معنا اليوم السيدة نسرين زينة، رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام. يسعد صباحك. يسعد صباحك تالا، ويسعد صباح جميع المشاهدين. كيف أصبحت اليوم؟ تمام. البداية خلينا نحكي يعني بعد الارتفاع الملحوظ في نسبة الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد القصة المؤسفة في سور باهر. نعم. بعد انتحار الفتاة، يعني بما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني رح نتحدث عن هاي النقطة، ولكن خلينا أول شيء نعرف شو هو الابتزاز الإلكتروني، بعدها نتطرق لموضوع قصة سور باهر. أوكي. الابتزاز الإلكتروني هو محاولة تهديد شخص بنشر صور لإله، بنشر محادثات لإله من أجل جلب أمر غير مشروع، منفعة شخصية لإله، سواء كانت هاي المنفعة بتعود عليه ماديا، جنسيا، استغلال جنسي ماديا، أو ترهيب، أو أي أمر يعود بمنفعة لإله مخالفة للقانون. نعم. خلينا نحكي هلأ عن القصة الأخيرة اللي حدثت في منطقة سور باهر فيما يتعلق بالابتزاز من هاي الناحية، اللي أدت إلى حدوث جريمة أو انتحار هاي الفتاة. بالنهاية يعني قضية سور باهر، وخاصة في الآونة الأخيرة، أحدثت صدى علمي إعلامي كبير، وأحدثت كمان إثارة الرأي العام في هذا الموضوع. وهاي القضية نتيجتها كانت مأساوية، وإحنا بنقدر نأخذها كنموذج حتى نستفيد من هاي النتيجة. بداية النتيجة اللي وصلت للبنت نتيجة هذا الابتزاز المستمر لفترة طويلة وسكوتها تحت تأثير الخوف والتشنج والترهيب والتوتر، أدى في النهاية أنه هي توصل لمرحلة الاكتئاب، وأنه هي تنتهي من حياتها لأنه ما قدرت تكمل. بالإضافة أنه من خلال فترتها، الفترة اللي كانت فيها تحت التهديد، هي قامت بارتكاب جرائم هي ما كانت بدايها، مثل أنه باعت سرقة الذهب، باعت ذهبها، بدها تغطي، صارت تعيش فترة من الخوف، منزوية. وهاي الفترة اللي هي عاشتها هي عبرة لكل سيدة أو لكل فتاة تتعرض للابتزاز، حتى تعرف أنه هي إذا تعرضت للابتزاز مش الحل السكوت. صحيح. السكوت مش هو الحل لها. صحيح. بالضبط. لأنه كل ما هي بتسكت كل ما هي بتغرق أكتر، كل ما أنه هي رح ترتكب تنتهك حقها. صحيح. رح تأذي حلها. بالضبط. جرائم بحق حالها، جرائم بحق أولادها، بحق مجتمعها، بحق أسرتها، بدون ما هي تكون قاصدة، لأنه هي تحت تأثير الخوف. هاي النتيجة الأولى اللي إحنا بنقدر نأخذها من هاي القضية. النتيجة الثانية هو ما تم تداوله بسم الاغتصاب أو الإكس إكس أو بعقار النوادي أو إلى آخره، أنه يوجد عقاقير، أنه إحنا ننبه أطفالنا وطالباتنا وطلابنا وسيداتنا أنه مش بكل مكان أو أي حد يقدم لك أي شيء تشربيه إذا أنت ما فتحتيش العصير أو فتحتيه بإيدك أو أنت شفتي كيف بنعمل، أنه ما مش بكل مكان كمان ولا بأي محلات موجودة. وكمان ننبه أولادنا، لأنه كمان آفة المخدرات موجودة في مجتمعنا الفلسطيني، فلازم ننبه بعدم يعني التوعية من هذا الجانب وعدم الاقتراب طبعا لإله. نعم. خلينا نحكي هون عن موضوع أنواع الابتزاز والمبتز نفسه، الشخص اللي بيحاول أنه يبتز ويستغل مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يبتز الناس ويأخذ صورهم ينشرها. هون إيش هدف هذا المجرم من هاي الناحية؟ أنا حكيت لك تالا أنه بيكون في أهداف عديدة. يعني مثلا في قضية سور باهر وجدنا أنه كان في خلاف سابق ما بين أخ بالضبط ما بين عائلتين، هي راحت ضحية وضحية تأر
سد طائر باعتبار انه ما عجبه الشخص كيف تم حل الخلاف، فراح اختار هاي الضحيه من اجل استغلالها. في عندنا الابتزاز ممكن انه يكون للتسليه، في مرات بكون اشخاص عندنا هو انه عندهم ضلعين بالكمبيوتر، ضلعين بتقنيه المعلومات، بيكونوا هو في منهم بيكون نتيجه انهم بدهم مردود مادي، انه هم يسعوا لمردود مادي، انه انا ببتز بحصل على المصاري وانا قاعد في البيت، لا بعازي انه انا اشتغل ولا اتعب ولا اقوم بدري ولا عندي حد يتامر في ولا الى اخره. او بيكون في الغايه منها استغلال جنسي، انه احنا بنلاقي كثير انه اوكي اذا ما عملتي هيك انا راح انشر. صحيح. فلازم تيجي وهي بتصير تضحي في حالها وقيمها الاخلاقيه مقابل شخص لا عنده قيم اخلاقيه ولا قيم اجتماعيه ولا عنده مبادئ، وهي ماساه. البعد عن القيم والاخلاق ادى فينا الى هذه النتيجه. صحيح. لو متمسكين بالقيم والاخلاق هذول الاشخاص كان ما وصلنا لهي النتيجه. صحيح. نسبه يعني خلينا نحكي الجرائم الالكترونيه في فلسطين، هل عندكم احصائيه عن هذا الموضوع؟ اخر احصائيه توصلتوا؟ انا راح اعطيكي احصائيه فيما يتعلق بالابتزاز الالكتروني وفيما يتعلق بالشكاوي الموجوده لدى الشرطه المدنيه قسم وحده الجرائم الالكترونيه. وصلت هذيك السنه بسنه 2017 الى 2028 شكوى، منها 145 شكوى ابتزاز الكتروني. بهاي السنه عندنا 1555 شكوى، منهم 98 شكوى تتعلق بالابتزاز الالكتروني، 35% منها تتعلق بابتزاز الرجال و7% تتعلق. طبعا الابتزاز هو جلب منفعه غير مشروعه، يعني بغض النظر كان ابتزاز رجل او ابتزاز مرأة، ولكن تاثيره على المراه هو اكثر من تاثيره. صحيح. على الرجل كذلك، انه الرجل هو له حريه التنقل، اذا اي شخص قام بابتزازه هو بيقدر فورا يروح يبلغ، بيقدر فورا بالضبط حقه. النساء في بعض المناطق ما عندهم حريه انه او ما بيقدروا او بضلهم خايفين من النظره المجتمعيه او بضل خايفه اذا انا طلعت من البيت ممكن يكون في شيء منشور. فاحنا دائما عم نحاول نوعي السيده او اي فتاه بدايه انه ما تسكت، تقدم بلاغ. يوجد هناك ابواب النيابه مفتوحه، يوجد مأموري ضبط قضائي متخصصين بالجرائم الإلكترونية، في دورات انعطت وتدريبات للتنمية الاجتماعية، طبعا التنمية الاجتماعية لكل مرشدي المرأة في هذا الموضوع. نعم. يوجد عدة أبواب تستطيع أن تتوجه إلها المرأة أو الطالبة أو يعني اي عمر او. صحيح. اي فئه ان تتوجه فورا لتقديم البلاغ. مهم جدا انه المراه تكسر هذا الحاجز، حاجز الخوف خلينا نحكي، من انه تاخذ حقها انها تبلغ حتى لو كانت الامور لها علاقه بمواضيع شخصيه، سواء كانت فاضحه بغض النظر لازم هي تبلغ. نعم. اول شيء الاهل، سواء كانت هي طفله تبلغ اهلها، تبلغ الشرطه، يعني تبلغ اقرب الناس لها. يعني انا دائما بحكي اذا اي فتاه او طالبه تعرضت لهذا الابتزاز دائما تختار الشخص القريب لإلها والذي تثق فيه واللي بثق فيها، يعني أنه هو كمان يعرف أنه هي ضحية. يآمن أنه هي ضحية وهو رح يقدر يساعدها ويأخذ بإيدها، بس ما تتوجه لأي شخص أو صديقة. صحيح. أو أي شخص هيك بس بمجرد أنه أنا وقعت ترتحت له هذا الشخص، لأنه ممكن هو كمان يستغلها. صح. ممكن أنه هو عرف أنه هي بهذا المأزق ويستغلها. فدائما أنه هي تختار الشخص المناسب، ما اختارت وشافت حالة أنه هي ضايعة، دائما تتوجه إلى الأشخاص المحل الثقة، مثل وحدة حماية الأسرة، مثل الشرطة. وحدة الشرطة بالضبط، الشرطة المدنية، النيابة العامة، التنمية الاجتماعية، المؤسسات الحكومية اللي هي أصلا مختصة بهذا الموضوع وهي حالف، يعني جميعنا إحنا حالفين يمين على أداء أعمالنا بكل صدق وسرية وأمانة. صحيح. هون كمان تيجي أهمية أنه تبلغ أي شخص بصير معه هذا الابتزاز أو هاي المشكلة، أنه يتوجه طوالي لقسم الجرائم الإلكترونية في الشرطة. هون تيجي أهمية التبليغ بشكل سريع، لأن إذا قعدنا فترة طويلة وإحنا ساكتين ممكن زي ما حكينا نوصل لمرحلة أصعب ونغرق أكثر. بالضبط. خلينا نحكي عنها. دائما السرعة في هذا الموضوع هو العامل الأساسي، وهي برضو من المبادئ اللي احنا عم نشتغل فيها ومن القواعد الأساسية اللي بنشتغل عليها، واللي مش بس بنشتغل عليها، هي تعليمات من عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براكي سعد صباحه، انه
هاي القضايا لخطورتها ولحساسيتها ولتأثيرها على المجتمع ولسلبية تأثيرها الخطير أيضا، أنه يجب العمل فيها بسرية بسرعة وبدقة تامة. فدائما إحنا بنطلب سواء الشركاء اللي بيشتغلوا معنا أو النيابة العامة أو أعضاء النيابة العمل بهذا الموضوع بالدقة والسرية والسرعة، بالإضافة أن إحنا دائما بتوعيتنا للمجتمع الفلسطيني أنه ندعو دائما كل شخص بتم ابتزازه من اللحظة الأولى أن يقوم بالتبليغ، لأنه عامل الوقت هو مش يعني لصالحه. صحيح، لأنه ممكن زي ما حكينا نرجع للتجربة اللي صارت في سور باهر، لو أنها بلغت أكيد يعني بأسرع وقت ممكن كان ما وصلت لمرحلة يعني رحمة الله عليها. صحيح. رحمة الله عليها هذه السيدة، بس أنه سنتين وهي عايشة بهذا التوتر والخوف. صحيح. قديش هو قديش كان مؤثر إلها وقديش على نفسيتها وعلى عائلتها وعلى أولادها. صح. كيف كانت تنام؟ يعني هي وصلت لمرحلة أنه هي تنهي حياتها من أجل شخص عديم الأخلاق. صحيح. وما بسوى أي شخص أنه يأذي حاله أو ينهي حياته بإيده مقابل شخص عم ببتزه بهاي الأمور اللا أخلاقية. هون تيجي أهمية القوانين الرادعة نسرين في المتعلق بالمجرمين. إيش هي القوانين الرادعة؟ أو خلينا يعني خلينا نحكي عن القوانين بحق هدول المجرمين. هل هي رادعة فعلا؟ تالا إحنا قبل تقدر تقولي يعني ممكن مرحلة أقول لك إياها، هي قبل سنة تقريبا كنا إحنا في مرحلة لا يوجد قانون ولا يوجد نص تشريعي لمعاقبة أي شخص يقوم بالابتزاز. نعتمد على قانون العقوبات الأردني الصادر من المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1960 واللي جرت عليه عدة تعديلات، وإحنا كنا زي ما إحنا، إلى أن أدركت النيابة العامة ممثلة برأس الهرم عطوفة النائب العام بأنه يجب دراسة هاي الظاهرة جيدا، يجب إقرار قانون يتعلق بالجرائم الإلكترونية، لأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، فيجب أن يكون في عنا نص لأجل معاقبة بالضبط. إلى أن تم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية بالأول ب 25/6/2017 جرت عليه بعض التعديلات، إلى أن ظهر بحلته الأخيرة ب 3 أيار 2018 تحت رقم 10 لسنة 2018. هذا القانون هو قانون رادع. بداية أنه هذا القانون هو لم يشمل الاتصالات وغير الاتصالات، هو شمل الجريمة الإلكترونية من جميع جوانبها بجميع أنماطها بجميع أشكالها، الاختراق، نشر فيروسات، الابتزاز، ترويج المخدرات، الحسابات الوهمية، تزوير بيانات، سرقة بيانات، وآلية والإجراء اللي يجب اتخاذه في هذا الموضوع طبعا، والجهات الشريكة والالتزامات اللي يجب أن يلتزم فيها كل من مزودي الخدمة والاتصالات، الإجراءات اللي يجب اتخاذها من النيابة العامة. إيش يعني اللي يتخذ بحق هذا المجرم؟ يعني مثلا إيش القانون بيحكي عن بخصوص يعني بخصوص المتهم أو المجرم؟ بخصوص المتهم يعني الجرائم يعني بتعرض لسجن بتعرض ل نعم بتعرض لسجن لمدة عقوبة غرامة من 1000 دينار لغاية 3000 دينار. أه. بالإضافة إلى السجن طبعا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 2 سنين. طبعا تختلف العقوبة حسب تأثير الابتزاز، حسب خطورة الابتزاز. يعني عندنا المادة 15 من قرار بقانون لا تقل عن 100 دينار أردني ولا تزيد عن 1000 دينار أردني، وطبعا بالحبس. في عندنا كمان إذا كانت ارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار بحبس مدة لا تقل عن 1 سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار. ولكن في حالتنا اللي بنحكي فيها الابتزاز اللي هي المادة 22 اللي هي بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار أردني ولا تزيد عن 3000 دينار أردني. نعم. فيوجد عقوبات متفاوتة وحسب يعني تتلائم مع الجرم المرتكب. نعم. خلينا نحكي عن إمكانيات قصة
قسم جرائم قسم مكافحة جرائم الإلكترونية في الشرطة، هل إمكانياتهم خلينا نحكي جيدة بما يكفي لأنه إنهم يعرفوا مين المجرم أو يتبعوا أثر هذا المجرم بسهولة وبسرعة؟ هلا بداية الإمكانية الأولى الموجودة عندنا اللي إحنا دائما نتفاخر برجال الشرطة المدنية طبعا بوحدة المختبر الجنائي، الإمكانية الأولى هو الكفاءة، جميعهم ذات كفاءة عالية جدا، ذات مهنية عالية جدا، يمتازون بالثقة وبالسرية، بالتنظيم العمل، بالسرعة بالعمل، ويما تكون في عندك إدارة منظمة وذات كفاءة عالية هاي بتكون عندك القاعدة الأساسية للإمكانيات الموجودة عندنا، بالإضافة إلى أنهم هم دائما يتلقون تدريبات سواء داخلية أو خارجية مع تطور طبعا تكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات صحيح. حتى يكونوا أنه بالضبط يكون على مواكبة لجميع هاي التقنيات اللي بتحدث، بالإضافة إلى مواكبة أعضاء النيابة لأحدث الجرائم، آلية التحقيق فيها، رفع كفاءة أعضاء النيابة بهذا الموضوع، أيضا من خبراء دوليين وداخليين من الداخل، طبعا كمان تدريب موظفين إداريين فيما يتعلق في هذا الموضوع حتى نشمل الموضوع بكامله من A to Z، من لحظة وصول الشكوى لخروجنا وصولا إلى الجاني. نرجع لموضوع المهم جدا هو ثقة الأهل بأبنائهم والنصائح اللي ممكن تقدمها للأهالي فيما يتعلق إذا كانوا أبنائهم صغار كيف ممكن يراقبوهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ممكن يحموا أبنائهم من أنه يتعرضوا لهذا الابتزاز، وكيف ممكن كمان الأهل يتعاملوا مع ابنهم في حال صار معه ابتزاز إنه يعاملوه كأن يعاملوه بطريقة ما تخلي إنه هو يكون شخص ضعيف، شخص خائف، يتوجهوا للشرطة ويعرفوا ينصحوا أبنائهم بهذا الموضوع. يعني الأسرة هي اللبنة الأساسية في مجتمعنا الفلسطيني، فأنا دائما بحكي لجميع الأهل أنه ما يشككوا في أطفالهم أو طالباتهم أو أولادهم أو أطفالهم، ما يشككوا فيهم، دائما يخلوا في ثقة بيناتهم، في صراحة، ما يكون في خوف بالضبط، ما يكون في خوف، لأنه اللي بيصيب أي طالب أو أي طفل هو بيصيب الأهل في النهاية، وبالنهاية هذا جزء منك، فأنت لازم تكون يعني أكتر واحد لازم يكون حليم على أطفالهم الأهل، الأب والأم، بس إذا هم اشتغلوا بردات فعل أو أنهم هم خضعوا لردات الفعل هم راح يدمروا أسرتهم لأشياء صحيح. ممكن أنه تكون نشرها غير صحيح. التوعية الثانية، التوصية الثانية اللي دائما بحكيها واللي هاي أنا كمان أنا لازم كمان يعني كل أسرة بما فيهم أنا، أنه أطفالنا ما مين في هلأ ما بحمل أي جهاز إلكتروني صحيح. أو مين في هلأ موجود في البيت لا عنده لابتوب ولا عنده كمبيوتر ولا عنده موبايل ولا عنده صح. دائما يكون في مراقب لهذا الموضوع، ابنك وين دخل على أي حساب صح. على أي موقع، مع مين بحكي، زي ما احنا بنكون اولادنا في المدرسه، مع مين بمشي، مين اللي بحكي معه، عند بدي يروح عند صاحبه، مين هذا صاحبه، ابن مين، لازم كمان يتابعوا. احنا صرنا في اهالي بكونوا مبسوطين هم كمان على انهم عندهم مواقع تواصل اجتماعي، بتلاقي الكل قاعد، لا كل ولد في اوضه، الام في اوضه، الاب في اوضه صحيح. مش عم بيراقبوا اولادهم ولا عم بيراقبوا انفسهم كمان صحيح. يعني هم عم بدخلوا على مواقع بفكروا انه هم صاروا ضلعين، لا لازم ينتبهوا لهذا الموضوع، يراقبوا أطفالهم، يحددوا لهم الساعات كمان بالاستخدام، لأنه كمان شوي بصير عند الأطفال وعند الطلاب إدمان على صحيح. هذا الموضوع، بصير تغيب للعقل، ببطل العقل يشتغل أنه لازم يدرس صحيح. لازم يبحث، بصير فقط أنه قاعد على سناب شات، على الواتساب أيضا بالضبط، لأنه صار في عندك كتير مواقع تواصل اجتماعي عديدة جدا، وبس اختار يعني اعمل حضرة بدرة وادخل على أي موقع بدك إياه وتسلى بهذا الموضوع. نعم، شكرا لك نسرين زينة رئيسة نيابة جرائم مكافحة جرائم الإلكترونية في طبعا مكتب النائب العام، شكرا لك على هاي المعلومات، ونتمنى يكون الأهالي استفادوا أيضا من هاي النصائح، وأيضا أي شخص بتعرض لابتزاز دائما يتوجه لهذا القسم في الشرطة. شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا تعالى، خلينا ننتقل مشاهدينا هلأ لفاصل قصير، مكملين معكم برنامجنا، ابقوا معنا.